تعالوا نفرح المسيح. أول ناس فرحوه العيال الصغير. العيال الصغيرة فرحوا المسيح لأنه ما خافوش من حد، وفضلوا يقولوا أصنة ومهيصين، والجماعة الكبار دول كانوا مزعجين، قدروا على الكبار ما قدروش على العيال. وأحلى كنيسة في رأيي هي كنيسة اللي كلها أطفال، ولما بيحفظوا الألحان ويقولوا بحماس مش ممكن يبعدوا عن الكنيسة. وعشان كده احنا لازم نربي الأطفال بدري، إن كان في كنيسنا أو في الكرازة لازم نهتم جدا بالأطفال. الطفل اللي يتزرع في الكنيسة ويحفظ ألحانها ويفهم عقيدتها هيفرح ربنا طول حياته. فلازم يبقى ده جزء كبير من تركيزنا في كل الخدمات مصر وبره مصر. وفي نفس الوقت ده يخلينا نتحط في سؤال، انت بتفرح العيال؟ انت عارف ان طفل واحد يفرح ربنا؟ اصل ربنا يحب العيال قوي. فتصوروا لو طفل فقير جات له هدية، ثلاثة، تخيل المسيح مبسوط ازاي وهو يبقى عنده السماء والارض. لكن انت لما تسعد طفل انت بتسعد المسيح نفسه. فعشان كده فكروا بطريقة ازاي الاطفال نسعدهم. في اطفال مريضة وفي اطفال فقيرة، اللعبة البسيطة اللي ممكن تفرحه تستاهل أي حاجة لأنك فرحت طفل وهو كان سبب فرح للمسيح. الفئة الثانية اللي فرحت المسيح البيت الحلو ده، بيت مريم ومارسة والعازر. على فكرة المسيح الأسبوع ده كله قاعد عند العازر، يروح ويرجع على بيت عنيا، انتوا عارفين كده، لغاية يوم الخميس لما ظهر في جسماني واتمسك. فشوفوا الأسبوع كله المسيح بايت عند مريم ومارسة والعازر. ايه البيت ده بقى اللي هو موضع راحته، مكان المريح اللي اختاره عن بيوت العالم والتاريخ؟ يبقى بيبات عندهم ويقعد عندهم، ده بيت مريح. ليه؟ ثلاث اخوات بيحبوا بعض قوي وبيحبوا المسيح قوي. بس انا قلت جملتين، بيحبوا بعض قوي وبيحبوا المسيح قوي، بس مفيش حاجه زياده في البيت. بيت فقير في قريه يعني. اي بيت يحب ربنا قوي واللي فيه بيحبوا بعض قوي ده بيت مريح لربنا. فرحوا ربنا ان بيوتنا تبقى فيها بركة وسلام وحب. ساكبات الطيب طبعا فرحته. ليه؟ لان دول جابوا هدية غالية بس بالنسبة لهم كانت رخيصة. ليه؟ لان هم خلصوها في يوم واحد. يعني لما سكبوا الطيب ما هخلص في يوم، طب مش خسارة؟ لغة الدنيا تقول خسارة، بس اللي يحب قوي يدلق. يدلق يعني ما يحسبش بالفلوس. فهنا ساكبات الطيب إشارة للمشاعر الحب الحقيقية بقى. في واحد طول الأسبوع بيحب ربنا، ممكن واحد يعبر بصيام انقطاع جديد، ممكن واحد يعبر بمطانيات كثيرة، ممكن واحد يعبر بكرياليسون، ممكن واحد يعبر بخدمة فقراء. مهم إيه اللي بيحركك. الحب ده حاجة غالية قوي. طيب يعني يدي ريحة حلوة كده تفرح ربنا ويقول دول شاركوا في تكفيني. خلي بالك عموما اللي يلمس الشخص وقت تكفينه غالبا أقرب ناس ليه. فلما قال، وإحنا ما نعرفش اسمها، دي غير مريم أخت العازر، دي واحدة تانية كمان، إنها عملت دل تكفيني، معناه اعتبرها قريبة جدا ليه لمجرد سكب الطيب. لأنه قال دي حطت الطيب بدري عشان أنا همشي بعد يومين مش هيلحقوا يطيبوني، اشتركت في تكفيني من بدري. فافتكروا اللي يحب ربنا قوي بأي شكل بيسكب طيب وبيقدم حاجة غالية تفرح ربنا. وطبعا دي ليها أشكال كتير. على فكرة بقى شخصية غريبة انتوا بتنسوها دايما في أسبوع الألام، كانت سبب فرح للمسيح، أرملة الفلسين. كانت الأسبوع ده احنا مبتدئين من مرقس 11 لو تفتكر، فغالبا كان مكانها اتنين البصخ. فالأرملة صاحبة الفلسين كانت واحدة من اللي فرحوا المسيح في الأسبوع، اللي هي بقى واحدة بتدي بشكل عجيب، إيمان مش طبيعي لأنها ما عندهاش حاجة خالص، أعطت كل ما عندها. واحد طلع كل حاجة عنده وخلص كده، وعشان عليك يا رب. وما عملتش كده التزام بناموس، ما فيش ناموس بيقول كده ولا شريعة بتقول كده، هي عاملة كده حب وخلاص وإيمان وخلاص. أم ربنا يسوع شاور عليها وركز بقى، اللقطة دي مهمة قوي. هاتوا التلاميذ بصوا، دي عملت أكتر من كل أغنياء العالم لأنها أعطت
كل ما عندها أعطت كل ما عشته. شخصية أخرى فرحت المسيح حامل جرة الماء اللي هو احنا عارفينه دلوقتي، ماري مرقس. الشخص ده اكتشفنا انه جواه شهوة ان المسيح يعمل الفصح في بيته، بس مكسوف يتكلم، مكسوف يطلب، لانه حاسس يعني المسيح مهم ويمكن ناس كتير عازمينه. ربنا يسوع قرى اللي في قلبه وعرف انه عمال يوضى بالعلية وعنده شهوة لو ربنا يسوع يرضى يعمل الفصح عندي. أم بعت اثنين بطرس ويوحنا قال لهم هتقابلوا شايل جرة مية، قولوا له فين يعمل الفصح عشان يفهم على طول ان المسيح قرى اللي في قلبه. فقال هتلاقوا مكان معد، واضح انه كان بيحضر وهو مش عارف يا ترى المسيح هيرضى يجيلي، بس انا هحضر كده كده. أم ربنا يسوع قرى اللي في قلبه وبعت له الاثنين دول. ده يدل على كل اللي عنده شهوة مقدسة، يا رب هتقبل تكريسي، يا رب هتدخل بيتي. يعني بيبقى في حاجة جوه الواحد مستخبية، اللي مستخبي ده ربنا بيبقى عارفه وبيأكد انه ايه رصده وحاسس به. طبعا صاحبة العلية ام مرقس برضو ليها فضل في تربية هذا الشاب الخجول اللي مليان عشق للمسيح واللي اكتشفنا عظمته بعد كده لما جالنا بلادنا، لكن كان شاب خجول وبس جواه شهوة مقدسة. الشخصية العظيمة اللي فرحت المسيح والشخص اللي لزق له بقى بيرضاش يبعد منه، يفضل كده يتكئ في حضنه زي الأطفال، ما يهتمش برأي حد. وتلاحظوا انه الوحيد اللي كان ماسك العذراء ولزق لها، فعمل واجب مع المسيح ما يتنسيش، يعني لأنه أمنا العذراء طبعا كانت على آخرها، بس هو من غير ما المسيح كان يقول له كان واخد مكان المسيح نفسه، مكانة الابن يعني، لأنه اللي يحب المسيح يحب أمه جدا، ودي طبيعية في كنايسنا التقليدية، طبيعي بنحب العذراء جدا زي ما يوحنا بيحب المسيح قوي، فطبيعي لازم يحب أمنا العذراء. فاستحق طبعا أن ياخد العذراء في بيته. هنا إشارة للتعلق الشديد، اللي يتعلق بالمسيح وما يشوفش غيره ويبقى ربنا واكل عقله خالص أكيد بيفرح ربنا. اللص التائب ده بقى من أكتر الحاجات اللي عزت ربنا يسوع. في قبل لحظات خروج روحه من جسده كان شيء معزي جدا، وهو جاي عشان خلاص العالم أنه يكسب نفس زي كده، وبيفرجنا قد إيه النفس غالية لأنها استهلت ياخد نفسه ويقول اليوم تكون معي في الفردوس. يفرح ربنا أنك تشهد للحق وتعترف أنك غلطان زي الراجل ده اعترف وهو بيموت، إحنا نستاهل اللي يجرى لنا، وشهد للمسيح أنه ملك حقيقي وطلب الرحمة في كلمة اذكرني يا رب فخذ الرحمة. اللي فرح المسيح في الأسبوع ده المريمات خلي بالكوا إحنا دايما نركز عليهم يوم القيامة الصبح، لا هم كانوا ماشيين وراء الأسبوع كله. المريمات كانوا متابعين المسيح من يوم حد الزعف، ما روحوش، كل دول جايين من الجليل ما عرفش بيباتوا فين الحقيقة، إنما بيباتوا أي بيات أو أي نومة، لكن وراه طول الأسبوع. ودول طلعوا أجدع من الرجالة، وقفوا تحت الصليب ما خافوش، وطلعوا أجدع من الرجالة 20 مرة لما راحوا القبر بدري. فالمريمات فرحوا المسيح طبعا لأن بيحبوه بصدق شديد. يقول اشترت مريم بعد السبت، مريم أم يعقوب وسلومة، وباكرا جدا أتينا إلى الخبر. يبقى في ستات أجدع من الرجالة، وكنايسنا تشهد أنه دايما الستات يجوا قبل الرجالة، ودايما الستات عددهم أكبر من الرجالة قدام الصليب وفي الأعياد وفي كل يوم، فبرضو الخادمات لهم دور كبير. كمان قيل عنهم كنا يخدمنه، إذن كانت ليهم خدمة، مش معنى أن هم مش كهنة أو رسل، لا ليهم خدمة، والمسيح كرمهم بأن هم يكونوا مبشرات القيامة، اداهم كده لقب ما حدش كان يعني يتخيله أن هم دول اللي هيبشروا بالقيامة أول ناس قبل أي حد. أخيرا نحط سمعان القيرواني وأم النور كمان. سمعان القيرواني طبعا الشخص اللي شال صليب المسيح خفف عنه ولو للحظات، الصليب تقيل قوي، فلما واحد اشترك في شيله يعني شيل عن ربنا شوي، وانت بتخدم الناس يبقى
تخفف عن المسيح. أما أمنا العذراء ما فيش حاجة تتقال، لكن من الناحية البشرية أكيد وهو بيبص لها كان نفسيته على الأقل بتتقوى، يعني تجاوزا نقول كده، لكن من الناحية الإنسانية يجوز. فنظراته نظرتها ودموعها وصلواتها كل ده كان يعني بيفرحه، لأنه حب ما فيش بعده حب. لو احنا بقى خدنا من كل الناس دي أي حاجة هنعرف نفرح ربنا؟ لو فكرنا مين عرف يسعده في الأسبوع ده أو يقدم له حاجة بسيطة، للفلسين، للطيب، لدموع بطرس، لاذكرني يا رب، لجدعانة يوحنا والمريمات، أو كل الحاجات دي ممكن تفرح ربنا. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد آمين.